فهمنا المجاري الأولى، المرحلة الأولى لمجاري الزبير. شيوخ الزبير وقفة لهم تأييد للحراك الشعبي اللي قطع جسر الزبير، لأنهم طالبوا بمجاري الزبير المرحلة الأولى وبعض المتطلبات اللي تخص قضاء الزبير بالذات. احنا الزبير من 2010 بدت المرحلة الأولى لمجاري الزبير، ولحد الآن 2022، وبحدي لحد الآن مراسلات، مرة يقول وزارة التخطيط لا، ومرة تقول البلديات لا، ومرة يقول المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا، ومرة يقول كذا، ومرة يقولون إيه، بس مراسلات ما شفنا شيء. الآن مقتصر القضية على الشيوخ فقط، وهي مساندة لمطالب الحراك الشعبي المتمثلة بالمطالبة بالخدمات وقضاء الزبير. قضاء الزبير يعني الغريب بالموضوع أنه منذ عام 2003 لحد الآن لا يوجد شارع رسمي في قضاء الزبير. خرجت اليوم النخبة المختارة من شيوخ وجهاء قضاء الزبير لكي يعبروا عن استياءهم واستنكارهم لما تجري لهذه المدينة العريقة التي ربما من أقدم المدن العراقية وتعتبر أحد المدارس الإسلامية، ولكن مع الأسف الشديد نرى بأن الحكومة المركزية عاجزة عن تلبية احتياجات وطموح أبناء الزبير، هذه المدينة التي من خلالها يتم تصدير النفط العراقي أو الذي يقدر بأكثر من 1.5 مليون برميل يصدر من هذه المنطقة، وترى بأن هذا التهميش وهذا التحطيم وهذا الخراب الواضح في كل الأزقة وفي كل الشوارع الرئيسية ناهيك عن الخدمات. ونحن نطالب الحكومة المركزية ومجلس الوزراء وأصحاب القرار الذين يقف لديهم مشروع المرحلة الأولى. إحنا في الحقيقة الزبير عانى ما عانى من 2011 في سوء الخدمات والتهميش، كونه قضاء مهم ولديه ثروة اقتصادية كبيرة، فهذا التهميش يجب أن تكون له نهاية ورفع المعاناة عن مواطنين الزبير. محافظ البصرة أولا محافظ، عضو برلمان، عضو مجلس محافظة، شيخ عشيرة مرشح لرئاسة الوزراء، يجب هو اللي يطالب لنا، هو يدعم البصرة، واللي ندعوه من عنده أن لا يميز فاو عن القرنة، القرنة عن القصر، عن كلهم، كل احنا بذمته وكل الأغذية والنواحي بذمته، فندعو من الحكومة المركزية أن لا يصير بعد أكثر من هذا التشدد، لا يصير أكثر بعد نطلع العشائر كلها ونطلع شعبنا وعشائرنا وشيوخنا وبيارغنا ونقطع النفط. صحيح.